الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مناسبة عيد الفطر وكم من مناسبة عيدها مسلمين أي سوين لوجع إذا جيجا إذا جي كان مسلمين تجارهان ركوا سوماليلا مقالة على هذا أي سوين لوجع إذا مناسبة عيدا أي هذا تدور في ربنا سويج رهوان عرور المودين يقبها كل دون البشرة أي سلعة عيدا كل أوجين برحت كانوا أمد كم إذا برحتها أنك كنت مقالة على هذا وحاسجرة مقالوا إن كلا وقت السنجل مدي هو سوى ما كان لقى سومني هاي سيدا مقالوا إن كا وسمرات وعاصمة الجل مدي برعالي مقالوا إن كلا وقت السنجل مدي أي مانت لقى سومي إسلام أركانا أي سنة وهاي ما لتك هذه مناسبة عيد الفطر جا هل كانوا أمد كم إذا برحلا عنك كنت مقال على هذا أي لقط كذا صلاة عيد الفطر جا وحنا دديوغا كلا قب قل ما ملك دك ماذا على هذا الله أكبر الله أكبر وران علماء الدين إيه قدامك عينك دك ماذا على هذا أي الله الله ورباهن تا أي قوم مسلمين تا وهم بري ما أنتوا كوا هذه مناسبة عيدا ما أنت إلا بقي ذات بان أكل أنتي وعيدا أن تقول يعيد جمعها وعيد الأسبوع يعيد السنة لبدأ عيدنا أحكام بيليهن لكن سوحا لقصة عروري كرا سيدا صحيحة هاي وقصة حني ماذا بدن عيدا مركي أن تقولنا عيد جمعهنا وصلاة الجمعة دي وان اوغينا ان مساجد جمعها لغا تكجري لغا اوغو جمعدنا واجب ويا او نبغوا او اوغي صلى الله عليه وسلم اي سندان لوغا كافتو من مايو كليا وحا ميشا اسكو جرا دادكي عيد تكدي قفكي مركاس ان جمعدا ايمان ما او دنبابا يو او بنانتهاي ما اسكتغا ياهو ما او سن وحبت تكنين ما هي صلاة واجب كهذا الظهر كنت كنا يا أنت أسمرك أحكام توحى القصة أروركرا لبدأ قيود كل ما قف كمسلم كان وحى أفضل بدن إنه تمعنا كقريب قالوا مركبه الرسول صلى الله عليه وسلم تمام أمد المسلمين تا عيد مبارك عيد وانا أحسن تمع مبارك بعونا أحسن لبعضي يا ما كل ما منطي أنت كبعد وحان ربنا أن الله سبحانه وتعالى وما هذا عليه مركبون الرئيس أن عمد الرب كأفراه بضني ذا بيش رمضان بحدا إلهي سبحانه وتعالى ونسي إله يكون مع الصن مركب لبعض وحان ربنا هذا عليه أن الله سبحانه وتعالى أمني جو نسي أو عن هل كان كوي نسي أمني إلهي سبحانه وتعالى يكون مع الصن مركب لبعض وحان الله ومضى مسلمين تا ملك استوى يتشوجان وحان لقي بسنة إنهم بليدا عيد عيد مبارك يا الله إن عمل البعض وقتين دمان تير مسلمين تا جارهان كل مدوك سقى السهر على هذا يدك دقمة على هذا كحارن أنت كبعد وحان ربنا على هذا ولا ليال قروح ذان يونا جانا وش الدين أو إله النسي سبحانه وتعالى شكر داري يا أبا هيهين وأمان كواحد دك كانوا سوي ما دني كنا ليهين وحن كعد صنع إن دك هير على هذا دمان تود يهير كل مدوك بينا أمن كوا الشقينه أمن هو مهم meelaha la wada degan yahay oo la isaga yimaado oo naqal laga dego mar walba shaqooyin ayaa ka yimaada waxaan rabnaa in la iska kaashado arintaas in amniga laga wada shaqeeyo san la isugu iman karo da amni la helin waxaan kaloo ka rabnaa dadka inaan u sheegno isku imaadkan wuxuu ku suurtagali karaa inaan maamul leedahay waxaan rabnaa si qaas ah inaan wada shaqeeyaan dadka calaado si mar walba san oo kala quruxda badan ugu yidno inaan maamul kala shaqeeyaan munaasabadan ciid ee sanadkan ayaa ka duwan sanadkii la soo dhaafay waxaana jira magaalooyin badan oo ka tirsan galmudug oo maanta laga soo manyahay halka calaabi iyo degmooyin kale oo ka tirsan galmudug ay u taa maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul fitriga haashim cumar xasan raadiyahay tv ga shabeelle calaado